بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. درسنا اليوم مهم جدا، حتى يكون هذا المجتمع متعاضد متكاتف محب لبعضه البعض. هذا الدرس يتعلق بالمريض، وكل منا معرض لهذا الشيء، هذا ابتلاء من الله المرض. فضل زيارة المريض، فضل زيارة المريض، يعني ما هو الثواب، ما هي الثمار التي يجنيها الإنسان من زيارة المريض، ما هي الفائدة، ما هو الخير الذي يناله المسلم عند زيارة أخيه المريض. أولا قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. يجب أن تعلم أيها المسلم أيها الطالب أن المرض ابتلاء من الله، ولا يشفي الإنسان المريض إلا الله سبحانه وتعالى. يجب أن تعلم هذا الأمر، أن الشافي هو الله. نحن نعم نمرض ثم نذهب إلى الطبيب، ولكن هذا الطبيب يعطينا سبب للشفاء وليس هو الشافي وليس هو المعافي. يجب أن يكون عندك يقين وإيمان أن الذي يشفي هو الله. قال تعالى عليه السلام سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، هذا في القرآن الكريم نص من الآية على لسان أحد الأنبياء وهو سيدنا إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين جل جلاله، هو الذي يشفيني، ينزل علي الشفاء بإذنه ورحمته. عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا ثوبان كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبا له وصاحبه وتعلم منه الكثير. ماذا يروي لنا سيدنا ثوبان؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى فضل ونفع وثمار وما يستفيده الإنسان من الثواب والحسنات من زيارة المريض. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، عاد يعني زاره، ذهب إليه، إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. شرح المفردات، قلنا عاد أي زار أخاه المسلم، خرفة الجنة يعني يأخذ من الحسنات، يأخذ من الثواب من الله عز وجل ما دام ماكثا عند هذا المريض. الله عز وجل ينزل عليه من رحمته من رضوانه من حسناته ما دام زائرا عند هذا المريض. لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، خرفة الجنة أي يجني من ثمار الجنة. وكيف يجني الإنسان من ثمار الجنة؟ يجنيها بزيارة المريض التي ينال فيها الأجر والثواب والعطاء من الله. والخرفة أي هي الثمرة عند نضوجها، يعني الله عز وجل سوف يكرم هذا المسلم الذي عاد هذا المريض وزاره ودعا له وتفقد حاله، سوف يكرمه بضيافة في الجنة، سوف يكرمه بضيافة في الجنة إكراما لزيارة أخاه المريض. حتى يرجع يعني حتى يذهب من عند المريض، حتى يعود ويذهب الإنسان من عند المريض، الله عز وجل يظل يكتب لهذا الإنسان حسنات وثواب وتتنزل عليه الرحمات حتى يخرج من عند هذا الإنسان المريض الذي أصابه المرض. ما هي فضل عيادة المريض؟ يعني أنا ماذا أستفيد؟ ما هي المنافع؟ ما هي النتائج التي أأخذها وأتعلمها وأجنيها من زيارة المريض؟ هل هناك ثواب؟ هل هناك حسنات؟ هل هناك فائدة؟ نعم، أولاً هل هو حق من حقوق المريض على إخوانه المسلمين؟ هذا المريض له حق، حق الأخوة الإيمانية، حق الأخوة الإسلامية، أن المسلمين الذين سمعوا وعلموا أنه مريض أن يزوروه. ولماذا نزور المريض؟ حتى نخفف عنه من الألم من العذاب الذي يتألمه ويتعذبه هذا المريض، نخفف عنه بكلمة طيبة بدعاء. أيضا من فضل عيادة المريض أن زيارة المريض سبب لدخول الزائر في رحمة الله وجنته. الإنسان الذي يزور المريض هذا على طريق يوصله إلى الجنة، هذا الفعل على طريق يوصله إلى الجنة. كلما أكثرت من زيارة المرضى كلما كان وصولك إلى الجنة برحمة الله قريب إن شاء الله. من فضل عيادة المريض أن زيادة المحبة والمودة بين المسلمين. أنا حينما أزور أخي المسلم تزداد المحبة بيني وبينه، وأنت حينما تزوره وهو يزور المرضى وكلنا نزور بعضنا ونتفقد أحوالنا تزداد المحبة، تزداد الأخوة، تزداد المودة فيما بين المسلمين. آداب زيارة المريض، أنا حينما أذهب وأزور المريض هناك آداب أفعال وأعمال يجب أن أتمسك بها، يعني تكون هي أفضل وأجمل بالزيارة، تكون زيارتي جميلة
تكون زيارتي حلوة، تكون زيارتي مناسبة، ليس فيها ضرر إذا تمسكت بهذه الآداب. المريض كما تعلمون يكون يتألم ويتعذب، وهو يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى عدم التكلم زيادة أو عدم الضجيج. فنحن حينما نزول مريض نخفف من الزيارة، تكون وقت الزيارة قليل، يعني 5 دقائق 10 دقائق حسب وضع المريض، لا نكثر ولا نطيل المدة المكوث عند المريض لأنه يحتاج إلى راحة. إذا من آداب زيارة المريض أولا لا أطيل الزيارة حتى لا أزيد في معاناته. ثانيا أختار الوقت المناسب للزيارة، يعني تخيل أنه أنا أزور المريض الساعة 2 بالليل، غير مناسب. الساعة 12 أو الساعة 11 أو بعد صلاة العشاء بساعتين ثلاثة، هذا غير مناسب. أختار الوقت المناسب لزيارة المريض حينما أعلم أنه مستيقظ، أعلم أنه ليس عنده أحد، إذن أختار الوقت المناسب لزيارة المريض حتى يستفاد من الزيارة وأنا أستفيد إن شاء الله. ثالثا الدعاء للمريض بالشفاء كما ورد في السنة. طبعا المريض حينما أزوره يجب أن أدعو له بالشفاء، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب أن تحفظه، من دعاء النبي للمريض أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله، أي بشكل كيام مشان تقرأوه صح، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، نقولها 7 مرات. من قال ذلك قال إلا شفاه الله إن شاء الله، إلا شفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وهناك أدعية أخرى كمان يقولها الإنسان لأخيه المسلم، يقول له مثلا طهور لا بأس، أو زال البأس إن شاء الله، طهور إنسان طهور زال البأس، أو طهور إن شاء الله. كل ذلك مما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن درس جميل يعلمنا عمل من أعمالنا التي نقوم بها في بعض الأحيان، وهي زيارة المريض، وكلنا بحاجة إلى تطبيق هذا الأمر حتى تزداد المحبة، حتى تزداد الأخوة. بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.